على مدى أعوام عملت الميليشيات الموالية لإيران على تمويل أنشطتها عبر شتى المنافذ، فمن تجارة المخدرات مرورا بتهريب النفط إلى عمليات السرقة الممنهجة لثروات العراق، خدمة للمشروع الإيراني وتحقيق رؤية طهران في المنطقة. ويبدو أن الانخفاض الأخير في قيمة الدينار العراقي أحرج هذه الميليشيات والحكومة التي جاءت بها تحت مظلة الإطار التنسيقي ليبحث زعماء الميليشيات عن مخرج من هذا المأزق بشعار جديد اسمه الاستقلال الاقتصادي. اليوم معركة ليجب أن تكون معركة استقلال اقتصادي. لا زال الأمريكان يتحكمون بنا. الآن هذا ارتفاع أسعار الدولار اليوم في هذه المرحلة هو جزء من المخطط الأمريكي. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن شخصيات إيرانية أقرت ضمنا بأن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار أثرت سلبا على دعم إيران لأذرعها في المنطقة، كما تشي بذلك تصريحات عضو مجلس الخبراء في إيران عباس الكعبي الذي جدد ومن على أرض البصرة دعواته لإبقاء العراق ساحة لتصفية الحسابات مع واشنطن، من خلال تأكيده على أن الميليشيات ستواصل هجماتها ضد القوات الأمريكية. احتلال مصرفي للتسلط على مصارف محور المقاومة واستكمال الحظر الاقتصادي، ونستطيع أن نسميه احتلال مركب وحرب ناعمة. عمليات استنزاف ثروات العراق تجري على قدم وساق منذ سنوات لصالح إيران والأنظمة التي تدور في فلكها، وتحويل الدولار من العراق إلى إيران والنظام في سوريا يتم من خلال مزاد العملة الأجنبية للتملص من العقوبات الأمريكية. ووفقا لمعهد ستراتفور، فإن حكومة السودان ما زالت تتجاهل التحذيرات الأمريكية بفرض قيود على العملة الأجنبية التي يجنيها العراق من بيع نفطه إن لم يوقف إرسال الدولارات إلى إيران.